بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ربي غدي خلقنك الصوري قومن نكوني تشروان ادم ذك سيدن فرورا ونصلي في النبي غدي وران ابري ذرا غي جندي مزوره تزدق اول دل خدميك قعذن ديني قنفعن ماشي ذري مني غد الدريا ربي ذو دولي غد الخير ذي وفق جعل والي وظل في الطاوة ذي روح ذي سواق ثبور ثيك مثل دير يون ريز ميرا تيغلق يا ايث مصل فرح ضم قران دين مليلي ذو انتي مليليتين الخير تمليليتين السلام نتمني نطلب سيدي ربي اتيليس وزاليس وتيجعلي وذميس وكنو مغدعو خرغصار بيجعل لهضور الدينيو ذويك هدي فغن نقول اذ لحقنا الاول لهضوري ويث ماذا اسمك ثي سوين نعلم من مره بلي العبد الدني ثي ربي خلقي في دكنا في عبث اكيد ان ذقوا وليس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واسمردنيني العباده ونقصي ضرغي السكان تظلي ثني غل حوايج تكين توالي المظاهر يدي تبين كي يدي تفغن غبرا وانما كرين لند الحاجه يتحب تسيدي ربي سبحانه وتعالى ذي العباده اما ظل هضور اما حتى ذيني لند قول اما ذيني يدي تبين كفدل ادن في كريم ذيكر الامثله شدي به الامور اكني قوثا اسمر دنيني لهضور معناتها اسما تهضرت الهضره العالي ذي العباده اسمر غتملي لطيون سوى ولد من شرحان سوى ولد حلوان سوى ولد زيضان ذي العبادة لأنه سيدي ربي يمرنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني يتصمر النبي صلى الله عليه وسلم أذي أمر العباد أنه أظهر الله ظهور العالي أسمر ذغن لحويش تيلان ذقولي لأنه غيني تيلين قول إزمر ذي للخير إزمر ذي للغير إلا حدو لي سيتشور صرح ما سلح مالا يتشور كي سنقرس الحنة فالحوايج تاي مرة كانت غير العبادة أترحمت العباد أتسحب بطين العالي أكي عجب وين العالي ما تزرت الخير كي وذميك هذه النشراح أتحس داخل بلقلك ما شاء الله أتصعط التوكل في سيدي ربي أتصعط اليقين تي مرة ذي الحوايج تي لا نقل نتغول والضمور يتحبي سيدي ربي سبحانه وتعالى لانه من لا غول يقعد يولع الفعيل نغمار ذو النعم يا اخت نزل الايه قاش ودي قار سيدي ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ايوا شو يدي خصص قول ان كذي اللي داز ديال ايوا كنا السنية غاتمرت من لط الواحد بابي جنوان يعني غاتربح توصلت الجنه لانه ذو الدويض الصح يزمر يولا ديني نتوالي ثن العباد سخسار سوا غاين خدم انتي وغا كيني بصحة اتفت لعب ذني ولي سد العالي فنسي خاطي غا حبسي كما عزيز اولا سمر ذي للعالي كري لند العالي اول ماد العالي له دور ذي العالي ثن لخذ ماد العالي اكيد ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إقارة فقد الطيان إقلان قل جتسنة إقلان مثو النع كوشا ذي ونع مثتواغ كوشا ذي تواغ ذا شوت ذول أكني زمر ذي لي ذي وين نديري أم الحسد أم الغش أم البغضاء أم الصفة ثيا وديوار الحلكة العبد أذي لين تزقس ذا غني فدن الأعمال الأعمال إكتكان العبادات ما فكست دبلط فكست قبري دي الجينية ذي العبادة ما لا زري غرا فعضت قبري طفت يول إرف ذكا كان الحوايج توسنت يزميرا راني بغيت تعاون ترفض طزد ذي العبادة شري لان ذي الحاجة تخدم صفة دني إي لان ذي صل خير تحبي تسيدي ربي أثناء تشكا غيتما قل عبادة إيه ماذا مسيدي ربي خلق ذي العبادة إلا قل عبد ذي والي غيمانيس نده اللاث أذي والي غيمانيس من لا غيني غي قفغاز قصيد ربي غي خذمي فني خطير لأنه غي يثم الدنيا إلا وإلا وربي خلق يفرق إلا العالي إلا الدنيا أما كان أكان إلا وكال يدي السمغاين إلا وكال غسما يتواغ ما فخذ مطاذي وغالا دي السمغير إلا وكال يمقرنك الله عزوك زرعني قيم خدمني قيم سوني قيم كذلك العباد الا العبد زرع كان دي مغير الا العبد يغفل صح ما سمحتي دا ديوكير الا العبد نطن يني دني قيم
وكدي شلارا وكدي محشي شارا. فكذلك اكيد نقار العباد والمثليف كتتشدي ربي دكواليش إيمي ديننا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تران كني أقلاغ إن شاء الله نطلب سيدي ربي أن يليق مولا الخير. ماذا نتجمع دغوخا ماين الخير معنتها أنه نرضى سويني غدي يمر سيدي ربي نسعى الاستعداد نخدميس. تهاد نفكس قصير يا هل صورة أقلاغ كني غيبغى سيدي ربي نخطئ ونزمراد نجاوبي والجواب نجمل مرة بصح كي العمومة يا يثما إلا قالني لي صرحاء ولا قال نغمطي الشغربان لأن ما جاي الطبيب باش كدير في الدواء إلا قبل أدي أدي الديكوفري لهلاك ذا شوث إلا قاضي شخص المرض كريت على هلاك في النغبان ديال المجتمع اسمها الدس السند ناس النظر في الهلاك ان تعيش في المجتمع انا في ماشي ديول ماشي تسين لانت كان الصفات الديوار الحالة ذي لينت الخلافة يقتلين قرانا امن غينا يقتلين قرانا قشو الرحمة بذات تخوص قشو الوطن سل اتفت بابا سيتقبل نغذمي سيتقبل بابا سيشرع اتف ديت مثلا بابا ويما فغندقي وتنصعبوط وتنغ الدرجة قايدة ذاين ويتقبل و فالشفاء جزء من المرض جزء من المرض بلا ما نهضر في الافات قلنا المجتمع الشباب الا من رحم الله الا نكرا غرقن قل افتين المخدرات قل افتين الشهوات ويعذونه قل نرى يعذون الصباح لما تمديث نهني كثن تزمارين سن ام كرا اغد خطن أبرنو سنين الشيطان وقت السلسل يعني وكني الصفة اللي غيبغى سيدي ربي نهنا تغير وتبدل لأنه مشروع الشيطاني يقول سيدي ربي أنه كي غي ظل وغيس بعد فوبريديس وذي غير حتى الفطرة فشو غيبغى سيدي ربي غندو في اللاس ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله اشتي تشكاك المشروع الشيطان اسمع نتوالي غسيا المنظمات الماسونية العالمية ذي خدمات اسمع النوط الدرجة إذا نظر الأممية يقلان غضرن الكفر نسأل الله السلامة والعافية وطنغ الدرجة إذا دفع في الحقوق نشاوى ذي ذا الحالية وطنغ الدرجة إذا أرقز أثر نتمطوث والعكس وطنغ الدرجة حتى بغانا ذهد الأسرة حتى بغانا ذكسن الزواج الإسلامي اشتمر ذو الحرب في الفطرة ذو الحرب في ثيذت ذو الحرب في الصفاوة فبالصح الحوايج تيور عدد الحق أنت كسر كثرة المجتمع النغ بس حلانس الحوايج تنطني دي الحقا وما لغو دنظر برا غاية يسمع ما لغو ندرك كان معوان ما لغو نطفرك فوس ذك فوس والله يا يسمع غيريني نتسجد الما يلحق هذا الما ذي خامن النغ وشحال يدهضر غكا في وثن تقسيطي وثن تيموث تسعى ميس إلا ما شاء الله ترانكيل يقار مليح يتصرب يعني قرة عينك يسنقى ذي المومون تطن الوديني سسمى تزرن فرحان تصرفيحن يساد واسق شو يغال ذي العبد النيطن ذي العبد النيطن يتعيط يخدم ثيوغا يخدم المشاكل ويتقاضر على الوديني المديون واسي مس تترو كي تقرا سمي ذا شي كيغول ذا شي كيبدل فايطر تقاك الصيم طون إن يسي ما قويدي ثليم إن يصغوري ثورا يل عمري 30 سنة إن يصغرني يغيم دوكالي هو قسم الله كسويان يل عمري 15 سنة تبع غبري ذي المخدرات يعني 15 سنة انت غضار يغرق ينوري علي ميس إن يسوي ذي ثليم فشبع الدنيا ويا يثمان موذج للمثال الوالدينيس ربانت نعتب الفلاس بالصح ما تغفلت شوية كان ما تغفلت شوية كان ماذا مزني قتواغ معنتها أنه
أمي يوان تطيّر الطبوة من تقرط صوب التجارة أذي بزيك أذي بزيك ذي تقرر أينين تعيش لون طراجنا كزنقاننا كارطينا كثدارنا كثمديننا ملا كل وزينا يتخمم باللي غتخطو غقرويو ملا كل وزينا غا يسمع يتخمم باللي يسوقي على المعنى ملا كل وزينا يتخمم يقرص المهمة خاميو أكسان زقو ما يسمع أثنى أخت الحقا لما ذي خامنا له ولهذا قرغ دينكني مولانا المسجد قفاه رقلا غلا بس بس حتى ليوث الحاجة مطقريت إلا من رحم الله وتنبرا فعرورنا ذا شوت أنه يا يسمع الخير هاتين السن نغلاني مولانا الخير خدمان أخطفتون تكارثي زمارثن سوزر قبرا دو ذي المشكلة السيئ تليوث الشاعرة يوث العبادة سوزاليس انضيعت اللي هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوط الدرجة يثم قيدة يول ما لغي كرد قبرة قزنيق أذي انكر خير المنكر يزرف أدي في مانيس وحدس وذي غالك قرن كتقذ لأنه ما كر غديماني وحذي أي زيني مولا الفساد أي خذ من كرا سبا وشو لا طرن ديميسيوني ايثما قال وظائف النار جايدا يود الحال يلي وزقنا هذه هذه في كثير زماريس هذه سزر الخير الله يبارك شحال يلا ذاك الجامع ها ها 1500 شحال جوامع يلا كسم دين سن بقايث شحال ينزل لي دين جمع نسا لو كان كل وكان زقنا غايا ايثما يخدم سوين يقسن يطبق اين يقسن أكن ما لنت كثير زمارة سزر الخير وثنقذم ونمرس في المعروف وننهو في المنكر أدي قيم المنكر أدي تغمير أقل شيء أقل شيء دون قرار أدي توكس في زوره لأنه في اللغة من قرص سنة التدافع كلنا الضرارة في المدينة الفاضلة أقلك الدنيا في اللغة إلا زكس العالية إلا زكس الدنيا بس أقل شيء أقل شيء الخير هذا الطقف الفساد هذا يخص ما مويني السواغين هذا خزوني مانيس ودي تبين لك كي يرمزون دين العالي يخدم فنسعى المسؤولية أنه أن سزر الخير أنه أن مرص المعروف أنه في المنكر وثي يسمى وظيفة الأنبياء والرسل وظيفة الأنبياء والرسل إلا أنت كنت زمار السن أنه أتغير أيني لنك ذنو من سن أيني لنك المجتمع السن يغر أن العبد ذمت في سبيل الله مش العبد ذي في سبيل الله ماشي ديسبونيبل بور تو الموند ماشي العباد مره تعدى فرنسا في ثمور ثيا الا ويموثن شحال يموثن في سبيل الله اثني جعل ربي من الشهداء لانه في النطن وان كان ماشي دخي الله يعوج اصلا الراي صح في هاد الدينير ماشي ديني سهلا العبد ذي في سبيل الله بصح تعلم ما يثم هذا شو الحاجه يعرنا اكثر من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله الحياة في سبيل الله أن تموت في سبيل الله صعب لكن أن تحيا في سبيل الله فذلك أصعب يعني في ذلك مرة تيلي لله أتكتي زماريك أيني قبغازك سيدة ربي أصطبقت على طول لا يشتكوا على الأكثر لأن العبد يتعيش في سبيل الله أذمث في سبيل الله ولو يموت قسوينس فإنما الأعمال بالنيات يمكن تقول ما نبغى نعيش في سبيل الله نزمع أماك أن نخدم سوينين سل أن نطبق أن نسزر الخير أن نمرس المعروف أن ننهو في المنكر أن نطفى فوس الكفوس إيوا كنت عكمت الزينة تفسوس ذا شي يعجبني القبائل ننزي كذا شتا أك قارنا مغاري السوال إلى مزيت سغوال أمر كانت يتناول يا شحال سبحان الله دور هي بصح شبوح هي نسن ماشي الله دور كان شبوح هي نسن لانه لا نطبق نسن خدمني السن يكونوا دون قرار ونزمير على نزمر الخير الا ولا ني مولا الخير يتسجل لك تمحي زويرا ذا شو كان الى قاي يسمى الغفله ني نغفله كني نحاول كنكسر بار في منا ونطفى فوس الكفوس ايوا كنت عكمت الزينة تفسوس قبل السالي غلا هضوري وعلى كل حال اتسمي كثير جمع التبرعات
لفائدة الجمعية الدينية مسجد 112 مسكن سيانس لين بقيف إنسان يتمادي بذل ما استطاع في سبيل بناء بيت الله عز وجل الجمعية أثناء الجمعية لاند جديد لم كان يحذجنا خمس سيدة ربي لأنه يدي جزغني مزدغن ديننا بعد فلس الجوامع فهي مساع ذك وإن أرضي شركا ولو كان سوين مقزمة فيقار النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمحص قطات بنى الله له مسجدا أو قصرا في الجنة نكون أرضي سهم إني غادي بنو الجمع ولو زل عشوق تطني غنطير أسيب نور ربي القصر الجنة إن شاء الله غير وفق ربي غثون عني الدوغة الغلمة الهضوري وكان صلغ صف لأنه لو كثوري قيمة راخي الله قرغ دي يثمان إلاق ذي الوجه في الله أنه الأمر بالمعروف يثن السزر قبرة النهي على المنكر كيف كيف أنهو أن دمثعكم تن المجتمعية نبغى غي كل أن غتقعد الحالة بس هذا شيء يفكي يلي ونزقنا غي وكل الحالة يتقعد ربي قار ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون المعنى إذا قذل يزقون العباد أرضي أمرص المعروف أذنهم في المنكر مشي ذي الآئمة المساجد كان كنا سنسلوى من شيوخ الجامع يمكن إذا شيد نفكا ياخذ حق نسنيث البطل نسنيث ثلث نعلم يس أين ندير نعلم يس يواش ينكلون تسمى قارة دعاتك قل المجتمع النار أنسو زر الخير أنكمل كريم سليم بعد الأذان إن شاء الله هي غيثنا أين العالي ذي العاليث أين العالي ذي العاليث أقرار نسعيش ذي الدنيا ثي قد الدنيا أن عشي وثنتو ذرث ومبعا نمث أن نحثو ذرثي كذومه إلا قيادي ونزقنا ذي زرم كردي عيش إلا الحجان الخير سهمين ميت زمرت إلا المشروعنا الخير فكي زمري كان ميت زمرت وزر ما يثم بلك لانت الحواي اشتهاث لان كان يكشور كنزك سنت تولى هنا هذا شي دوين تصدر الخير مثال ضمزيان تولي والسنه الله يبارك ربي في كد الهوى والحمد لله سيدي ربي شحال وتغلاره ومن بعد تعاود تغلي شحال ومن بعد تحبسك بالك نسعدادك 21 يوم تقريبا ما كنت الصيف لا العباده ما كنقطع لا ياس ربي في كد الخيرس أثناء خمس أيامين أو أربع أيامين الله يبارك بارج تشوران العوين صار طرطقان الخير ذم قران الخير ذم قران لكن ذا غل لا تذكر كاين تخصاري أنطلب سيدي ربي غاتير الساع والحمد لله لحد الآن ولاش الموثى أين طنيت سي توخلف إن شاء الله داشو تلاد حاجة أزر ما يسمى قبلك واحد ثلاث سمانات لا تد حملات التنظيف كخير الله الأحياء ذاك بقايات أما ذيني قليميل لسيصو سورتو مكانة كالبلا ما مقبل ذاك غير العزوك وإلا المسجد مبادري حملة التطوعية التنظيفية ذاك سيد علي البحر حملة التنظيفية أسماء الناس أنظر يدي شوركين دروس مقاتل غلغاشير كلين هضرت قل جوامع لأن هذا العباد إلاق
وإذ لونطوراج قشين تعيش تيتم دين تنغ ما لين كنيون سزدقارا ودي تسايون ضبرنا دي سيزدق وي أقل شيء ممكن دي مولا الجامع دي مولا نزدق ربي ومراه دلنا غلطو مولا الشكل خمسي برذان قواس أكاني خاطئ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لا نكرك للعباد الإسلام في غريب روحا سهما شركا للحمالة فين تنطف وإن كان ذروس بس حمس سعذن سن لأن أكون ديني غاية ما اللي كان يفوني إكتسني طوائين طوائين الوحيد المجاري إني وماني مسنكسن سفغان أهث قعال من الأسباب على كل حكوش ضربي في الجيرين بس قعال من الأسباب أهث لو كان مشي ذي الخدمة النية بلك أهث وين أغوامه فأحيانا تخمت الحاجة السوي اللي طارة الحاجة تمزيانت أتسوي الخير ضم قران والعكس وإنك تقيرن وإني دي أدي دمن لدي شارجة تيوي غوسيف تسمار ذينا وإن أردي الزنزنة كلمة شيدة قلاس فريف وسيف ودي أسي ويت مسكين بلا كوري علي مالاني غي عم ذا بنو ذينا أشتا مرة هذا شو دي تسوي من بعد يتسوي التخصارين وممكن يدين غير بيا أنسعوا النظام يا ربايا غنس حساب يا ربايا غنخطط يا ربايا غنت الدرك أنا كابي بريا تظلت وما أدراك إلا ذي العباد فرضيت ضربي في فوق سبع سماوات سوى زاليس يجعل سلوكت كل وقت سلوكتيس ويبين أخدم كارت الظلم وينك ذي العالد الظلم قل جماعة ستفير الإمام أشتي تعلي ما خلال الحواجة أن نبروغرامي الحوايج تنا أن نخطط أن نسعو الوقف أن نفكر الحاجة نفكا زاليس على كل حال لهضوري وردة هالدرغة كذا سمكتي ذخفي فان فقع الدو النع تراث قيم زقنا كل واي زرا إيمانيس كل واي يعلم سلحاليس وين يبغانا ذي خدم الخير أثنى في بورا الدينس وينو نبغانا الدنيا تتفك كذا وين يسعان الروح أدي أسوى الصدي روح كردوين يتشل القوث أدي أسوى الصدي عرط الموث نكون إذا الخلقيس نسعش كثمورثيس نروح نغذي كفوسيس لو كان ذي الموث كان نمث ذيان بساقن تهنا بسحثلاث وذرث النيطان أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قيذانا بدياري فصن ربي أغي حسف كريلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون معناك شخص مثل هنا ذمثن في مليلي ثياري فصن ربي ونسعى الحق ثياوي إيه أنا العبد إلى قاضي زرق وإذا أردي سرسة طاريس أذي حرزي مانيس أذي حذرينسيس أذي يثيزم ماريس أذي سوزن الخير أذي سوزر الخير وطا الله يبارك يتدو يا رضي لهنا ذا الخير شهرنا الخير إلى كثورة السوش ديما النا أكنا يثما المعوان سوين من زمر أكانت صوت غرثقارا السلام والخير لهنا طلب ربي أين دنيا غفوض قول ذي الحقر ولون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.